مسؤوليتها الاجتماعية. ريما حوايك موجودة معنا اليوم متطوعة ببرودس، أهلا وسهلا فيك. فارس سعادة عضو ببلدية ريفون ومن مسؤولين عن التنمية بالبلدة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. خبرونا شوي عن المشروع يلي يعني كلنا بدنا إياه يكون موجود على صعيد مركزي، يعني كمان على صعيد كل البلديات لازم يكون موجود، لازم يكون فيه قانون، ولكن أنتم كبلدية عم تجربوا تكونوا سباقين، خبرونا شوي. رح احكي اول شيء عن الجمعيه. هي انا متطوعه بجمعيه برودس يلي هي جمعيه التنميه والتطور الاجتماعي، تاسست بلبنان سنه 1999 وعندهم مركز ثقافه نورس يلي هو مركز لخدمه المراه اللبنانيه، بيعملوا بروجرامز لمساعدتها ومرافقتها لدورها الرائد بالمجتمع كأم كمواطنة وكمهنية. عندهم هو المركز موجود بسربة بجونية وفي متبنيين بروجرام يلي هو الليد بروجرام، بيقوموا بنشاطات ثقافية وتطبيقات عملية. البروجرام بيقوم الليد بروجرام هو بيتضمن نشاطات تطوع من طلاب مدارس وطلاب جامعات يلي هن بيقوموا بنشاطات للتطوير الاجتماعي. هدول يعني مجرد ما يطلعوا على المجتمع ويشوفوا انه المجتمع فعلا بحب يعني بمقدرين المجهود يلي او بحاجه للمجهود يلي عم بيقوموا فيه، بيتشجعوا اكثر ليكون دورهم فعال بالمجتمع. المركز مدعوم من وزاره الخارجيه الفنلنديه وبيأمنوا بمواهب وقدرات وطاقات هالشبيبة. بالليد بروجرام كل سنة كل صيفية بينقوا بلدة من بلدات لبنان. نقوا السنة بلدة ريفون يلي قررنا نعمل معهم برنامج يلي فارس رح يخبركم عنه أكثر. تفضل. بما أنه أنا واحد من الأشخاص يلي بيشتغلوا بالمشاريع التنموية والاجتماعية بريفون، كنا عم ندرس كيف نطبق آلية الفرز من المصدر. تأجت الفرصة نشتغل نحن وبرودس بمركز النورس على هيدا المشروع يلي هو الفرز من المصدر لإعادة التدوير. فقررنا سوا نعمل هيدا السامر كامب لإشراك هدول الأشخاص يلي هن متطوعين وأعمارهم بعدها صغيرة وبعدهم جان، تيكونوا القدوة بهيدا العمل التطوعي. وهيدا العمل هو عمل ثقافي واجتماعي وبيئي بنفس الوقت. فبهيدي الطريقة بنكون إن شاء الله عم نخفف شوي عن بيئتنا لحياة شوي أنظف وأفضل بلبنان. عمليا شو رح يكون مشروع على الأرض؟ هيدا البرنامج البيئي رح يبلش بهيدا السمر كامب، يعني رح يكونوا هدول الأشخاص ينزلوا على الطريق يعلموا العالم كيف بدهم يفرزوا هيدي النفايات، يعني رح يكون في هدول الكيسان يلي ريما رح ترجع تشرح أكثر عن هيدا البروجرام. وبيتضمن هيدا المشروع مش بس أمور الفرز، رح يتضمن قصص هيك مهضومة تتفوت أكثر برأس العالم. مش ضروري تكون هيك قصص ثقيله. المشروع هو فرز صح صح من المصدر صح. بس بعدين لوين رح يروح الكيسان وين رح يروحوا؟ هن رح نتعامل مع جمعيه البلديه، رح تتعامل مع جمعيه اركانسيال يلي هن رح ياخذوا النفايات المفروزه ويشتغلوا على اعاده التدوير. هو المشروع المتطوعين من مركز نورس رح يمضوا 10 ايام. هو لسوء الحظ كان البرنامج مفروض يكون من 1 لـ10 اب، بس امبارح طلع قرار الحكومه كل حياتنا استثنائيه فالتاريخ نعم. بعد ما تحدد رح يقضوا 10 ايام بدير مارسر كيس وباخوس، ورح يقوموا بنشاطات بالتعاون مع شبيبه ريفون يلي هن من الفرسان والطلائع، ليعملوا يعني هدفها ليعملوا التوعيه البيئيه، يذكروا العالم بالتاثير المشاكل اللي عم نعانيها بالبيئه وتاثيرها على صحتنا، ولنخبرهم عن المشروع من خلال زيارات على البيوت
هلا اكيد ما حيفوتوا على البيوت على البواب ليوزعوا عليهم النفايات ليفرزوا البلاستيك الازاز الكرتون والاكياس نعم. مزبوط والتناك ينحطوا بكيس واحد بيرجعوا يلي بيرجعوا بينرموا بمستوعبات البلديه اللي حتكون موزعتها بكذا نقطه من البلده. رح نقوم بنشاطات فنيه بالتعاون مع أكاديمية دومار دي ميوز رسم وعزف وغيرها من النشاطات ليوصلوا المساج للعالم بطريقة هيك خفيفة وسلسة. رح ينعمل كمان هايكينج بوادي الصليب يلي هو ضمن السياحة البيئية. رح يتنظم مسرحية يلي هن المتطوعين رح يكونوا مشاركين بتحضيرها وكمان بنفس الموضوع يلي هي التوعية البيئية. ومنختم البرنامج بمؤتمر رح تنظمه جمعية أركانسيال لأهالي وسكان البلدة. وفي كمان رح نتعاون مع مؤسسة إيكو سيرف لكل شيء إلكترونيك ويست كل شيء بطاريات وإلكترونيكس كمان رح يكون في مستوعبات موزعة بالبلدة للعالم تحط فيها بتحط فيها النفايات الإلكترونية. انطرح الموضوع يعني بالبلدة هلأ صاروا معارفين فيه أهالي ريفون؟ انطرح بالأول نعم بس بسبب هلأ الظروف أكيد عم نرجع نخبر الكل أنه تأجل هيدا المشروع. المشروع يلي هو توعية للفرز تأجلت مش يعني نحن نوقف كل الشغل بس أكيد الأمور يلي فينا نعملها هلأ بفترة الحجر لأن رجعنا على للأسف يعني وضع الكورونا مأثر القصص اللي فينا هلأ نبلش فيها ونعملها رح أكيد رح نكون مواظبين على أنه نعملها يعني ما رح نتأخر ولا دقيقة. مثلاً الفلايرز اللي فينا نوزعهم البوستات يلي ممكن يلي خاصة بالتوعية أكيد رح تكون موجودة وأكيد بكل الأمور يلي عم نعملها رح نكون عم نحافظ على الأمور اللي بتتركنا شوي بخصوص الكوفيد 19 والعالم خيفانة أكيد توعية بدها تكون بطريقة محافظة على هيدول مثلا سوشيال ديستانسينج كلين ريفون هيدا البوستر يلي نعم هيدا بخصوص الفند ريزنج يلي انعمل هيدول الشباب الجون يلي من برات يلي هن من ريفون ساكنين برات لبنان وحبوا يقدموا مبلغ من المال تيساعدونا بهذا المشروع ونعمل بسرعة كبيرة والحمد لله وكلهم شباب صغار يلي تبرعوا ونحن بنشكرهم على دعمهم يلي هو من برات لبنان لأن بتعرف الوضع الاقتصادي هون بلبنان شوي عم بيكون بس يلا أول خطوة بالتوعية إذا كان في يعني أصداء من الشباب بتكون كتير أي الحمد لله ريما إذا بتشيلي بس شعرك شوي عن الميكرو تنسمعيك منيح برودس يعني أكيد كان عندها مشاريع تانية كيف بيكون التجاوب إجمالا على الأرض؟ عادة دايما في تجاوب من العالم والمتطوعين بيكونوا محمسين ليقوموا بهالنشاطات ودائما بيكونوا بيخلصوا بنجاح يعني فكنا متأملين انه نعملوا هلا نعمل هذا البرنامج لنوصل لشيء احسن بس الاوضاع ما سمحت هلا برايك اهالي ريفون محضرين للفرز انا برايي كل اللبنانيين محضرين للفرز اذا بيعرفوا انه تعبهم ما راح يروح سدى يعني ما راح ترجع هالاربع اكياس ينجمعوا مع بعضهم وينطمروا يعني ما بعتقد في اي مشكل بهالاطار بحب اوضح شغلي انه العالم بلبنان وبريفون انا لانه بعرف بريفون بلبنان نحن العالم حضريه وكل العالم حابه تفرز بتمنى هيدا يكون جرس انذار لوزاره البيئه لانه عن جد اذا ما عندهم اليه فرز كيف بدك اياهم يفرزوا اكيد انا عندي سؤال وعن جد ليه ما بحطوا اليه فرز ان شاء الله هذا المساج يوصل بطريقه واضحه لوزاره البيئه بده يكون كمان في مصداقيه انه هالشيء عم يوصل للنتيجه المرجوه اكيد لانه اذا العالم عارفه انه هيدا الكيس يلي هن فرزوه تعبوا تيفرزوه يروح يرجع ينخلط مع بقية النفايات في عنا ساعتها الاستثناءات بتكون بترعاها القوانين وبكون الضبط مهم والى اخره ساعتها مش نعم. هلا نعم نحن هلا ما لهم حق مليون بالمية هلا نحن بريفون مبلشي عملية الفرز يعني مبلشي بتوعية هلا من بعد مرحلة التوعية ومن بعد ما نبلش بالمشروع ان شاء الله ما نوصلها بس اكيد رح يكون في زبوطه لانه كل الامور بدها ضوابط اذا ما كان عندها ضوابط العالم ما بتلتزم وبتخيل اغلبيه العالم جاهزه للفرز وهن بيعملوا الفرق
إذا عمليا على الأرض كيف رح يكون الشغل ببرودوس وكيف رح تكون عم تعملوا تعاونوا مع البلدية؟ رح يكونوا مثل ما ذكرت رح يكونوا المتطوعين كل يوم في برنامج مفصل للمتطوعين من زيارات البيوت للنشاطات يلي التحضيرات يلي عم بيعملوها للنشاطات والألعاب يلي رح تكون للأكبار والصغار حول مواضيع الفرز وإعادة التدوير والتحضيرات للمسرحية وال الفلايرز توزيع الفلايرز. إذا عبر السوشيال ميديا رح تكونوا على تواصل مع الناس؟ طبعا رح كون أكتف على السوشيال ميديا ورح نخبروا عن كل الايفنتات اللي عم بيصيروا ضمن هذا المشروع يلي رح تنتهي اكيد بالكونفرنس وان شاء الله يكون ناجح. بتخيل بتوصل الفكره وبتوصل وان شاء الله تكون مثل قدوه لغير ضياع وللبنان اجمع. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا. تحيه لاهالي ريفون ولكل البلديات اللي عم تجرب انها يعني تكون مهتمه بهالموضوع بالتحديد، لان بالنهايه هي مسؤوليه البلديه اذا كان في مسانده من طبعا. الدوله طبعا، واذا كان في نتيجه واضحه مثل ما كنا عم نقول بيبقى المواطن اكيد مسؤول، وهيك رح يكون يعني في توعيه بهالاطار. شكرا لكم لوجودكم معنا. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Alive، موعد جديد بكره مع Alive جديد. باي باي.